أسامة الأزهري والذي نشكره عليه عندما أطلق مبادرة في الأسبوع الماضي في يوم الجمعة عن أننا نريد أن نطلق أسبوعا للبر الوطني. لذلك نحييه على هذه المبادرة التي هي متجذرة في نفوسنا، البر بوطننا، وندعو المؤسسات بكاملها وندعو الدول إلى أن تتكاتف وأن تتآزر للكلام عن هذه المبادرة وإحياء هذه المبادرة في النفوس قبل الكلمات، لأن الدولة الوطنية في وقتنا الحاضر هي على المحك بفعل مجموعات إرهابية تريد إقصاء الدولة الوطنية تماما وتريد تهديد حدودها وتهديد ترابها. ويكفينا أن نستدل على ذلك بجملة من الأقوال التي قيلت تعبر عن شخوصها وتعبر عن قائلها فقط، لكنها لا تعبر أبدا عن الشخصية المصرية ولا عن النفس المصرية ولا عن عما تنزل في هذه النفس المصرية من قولهم بأن التراب بأن الوطن ما هو إلا حفنة من تراب عفن. هذا قول في الحقيقة يستحق أن يذهب إلى مزبلة التاريخ ولا يبقى بحال من الأحوال، لأن الدولة الوطنية هي الأساس الآن في تحقيق مصالح الخلق دون دنيا ودين، وبدون هذه الدولة الوطنية لا يمكن بحال من الأحوال أن تستقر الأديان ولا أن تستقر النفوس ولا أن تستقر الأعراض ولا الأموال ولا المقاصد التي قصدها الشرع الشريف عندما شرع لنا الأحكام الشرعية. هذه المقاصد العليا لا يمكن أن تستقيم إلا في ظل استقرار وأمن. هذا الاستقرار والأمن لا يتحقق من خلال هذه الدولة الوطنية، ولذلك نحن نحيي ونقدر هذه الدعوة الكريمة بالبر بالوطن والبر بالدولة والبر بالإنسان. ثم إذا جئنا إلى قضية الشخصية الوطنية فإنني أدخل إلى ملمح وهو ذكر في هذا الكتاب وفي غيره، هذا الملمح وهو قضية النسيج الوطني الذي يحمي أيضا الدولة الوطنية. الشخصية المصرية هي شخصية متكاملة متداخلة متشابكة يأخذ بعضها بنقاب بعض، بحيث لا تكاد وأنت تنظر إلى هذا النسيج أن ترى فيه من العبث ومن الأفكار الرديئة ومن المحاولات التي يمكن أن تنهش في عضد هذا النسيج، إلا ورأيت كل ذلك إنما تأتي شباك من خلال هذا النسيج فتلتس هذه الأفكار وتميت هذه الأفكار وتميت هذه التدخلات في مهدها. ويكفينا أن أستدل على ذلك بأن الكثير من المسلمين كتبوا عن الوحدة الوطنية وعن المسيحية، وكثير من المسيحيين كتبوا عن الإسلام، وأدلل على ذلك بنموذجين. النموذج الأول وهو الدكتور نظم لوقا عندما كتب عن محمد الرسول بالرسالة، وهو كتاب لو أنك نزعت الجلد ونزعت الاسم لقلت بأن الذي كتبه هو مسلم. والأمر الآخر وهو الدكتور نبيل لوقا في عصرنا الحاضر وهو ما زال يعيش، والكتب التي كتبها عن الإسلام كتب عديدة، حيث إنه حتى دافع عن قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 400 نسوة. قضايا كثيرة في الحقيقة تفسح عن تشابك فكري وعن عمق هذا التشابك الفكري في النفس المصرية، فضلا عن هذا الاندماج الغريب الذي هو يقوي هذا النسيج، بحيث إنك لا تدرك أبدا ولا تعرف من هو المسلم الذي يدين بديانة معينة أو الذي يتلون بلون معين أو الذي ينتمي إلى فكر معين. المصريون كلهم سواء، وكانت عبقرية الإنسان المصري عندما ترجم كل هذه المعاني التاريخية والمعاني المتعلقة في نفس ترجمها في سورة التشريع، فكانت أول تجربة تشريع دستوري
وأنتم تعلمون بأن الوثيقة الدستورية هي أعلى شيء في الدولة، ومنها تنطلق كل التشريعات، ومنها تنطلق كل اللوائح، بحيث لا يخالفها تشريع ولا يخالفها لائحة. هذا الدستور صدر سنة 1923، وكونته أو صاغته لجنة في 30. وهذه اللجنة بمكوناتها الرقمية وبمكوناتها المختلفة صاغت هذا التشريع، وكانت حريصة على أمرين. الأمر الأول أن تقول بأن اللغة العربية هي لغة الدولة، وأن دين الدولة هو الدين الإسلامي، وأن تقول أيضاً بأن المصريين جميعاً بصرف النظر عن انتماءهم، وبصرف النظر عن عقائدهم، وبصرف النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأعراقهم، هم سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات. ثم تسري هذه الوثيقة الدستورية في ضمير الإنسان المصري عبر التاريخ الطويل للتجربة الدستورية، إلى أن تصل إلى دستور سنة 2014، والذي تشرفت بعضوية لجنة 50 فيه. وكانت هذه اللجنة حريصة أيضاً على أن تكشف عن هذا العمق التاريخي للإنسان المصري، الذي كان حريصاً على أن يترجم ما ورد في دستور 23 ترجمة كاملة في دستور 2014. وهكذا تأتي التجربة التاريخية العميقة في النفس المصرية، والتجربة التشريعية، فضلاً عن التجربة الإفتائية، والتي أتشرف بأن أتولى مسؤوليتها في الوقت الحاضر، وهي تجربة رائدة لم تفرق بين المصريين حتى في أخص الخصوصيات في إطار أحكام الإعدام التي يصدر الرأي الشرعي فيها عن مفتي الديار المصرية. فإنها عند عرض هذه القضايا فإنها لا تفرق بين إنسان قاتل بسبب دينه أو بسبب لونه أو بسبب معتقده، بل إن الجميع سواء أمام القانون ويحكم على الجميع بقانون واحد. أنا لا أستطيع إطلاقا في نهاية كلمتي إلا أن أثمن هذه المبادرة أو هذه المبادرات التي انطلقت منها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري في حماية هذه المنظومة التي ورثناها كابرا عن كابر إلى أن وصلت إلينا الآن. لكنني أشكره شكرا جزيلا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطانا، وأن يلهمنا الصواب والرشاد في كل ما نقول ونفعل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.